هذا ووقعت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية الاثنين على مذكرة تفاهم في مجال العمل المناخي وخفض انبعاث الغازات الدفيئة خاصة غاز الميثان. مراسم التوقيع جرت الاثنين على هامش فعاليات اليوم الأول للطبعة 12 لمعرض مؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين ناباك 2024 التي تجري فعاليتها بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران غرب الجزائر إلى غاية 16 أكتوبر الجاري. التوقيع يدخل في سجلات علاقات التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. أود أن أشكر وأنوه بالتزام سعادة السفيرة إليزابيث أوبن مور طوال المحادثات والمشاورات التي أفضت إلى توقيع هذه المذكرة. إن هذه المذكرة البالغة الأهمية في بلادنا، خاصة في سياق التزاماتنا المناخية وأفاق تعزيز علاقات التعاون، تتعلق بدعم الجهود الرامية إلى تحديد المصادر وخفض انبعاثات غازات الدفيئة خاصة غاز الميثان من خلال أنشطة تعاونية مثل تنظيم ورش عمل ومؤتمرات وتبادل المعرفة والخبرات، تنظيم برامج تدريبية وتنفيذ مشاريع تجريبية وتطوير مشاريع مشتركة حول التقنيات المتقدمة في قطاع المحروقات.